النهارده في الغرائب هنروح مع حضراتكم ليه كتاب اسمه مثلث برمودا الاوروبي غابه هويا باكيو الخارقه للطبيعه، الفه الكاتب جيمس وولدر. هذا الكتاب بيتكلم عن حاجه تم تصنيفها انها مثلث برمودا. هيكون مع حضراتكم الغلاف وتفاصيل كتيره عن هذه الغابه على الشاشه دلوقتي. ده غلاف الكتاب، هتلاقوا نسخ مترجمه او حضراتكم يعني تضعوها على برامج الترجمه، هتستمتعوا بمعلومات كتيره. المختصر بتاعها النهارده هيكون معانا، هنروح معاكم رومانيا. هذه الغابه موجوده في رومانيا، ومنطقة بتقع قريبة من ترانسلفانيا أو في منطقة ما من مناطق ترانسلفانيا. وطبعا لما بنتكلم عن المواضيع دي نفتكر حاجات وقصص كتيرة جدا، أي حد هيعمل سيرش باسم المنطقة دي هيلاقي حكايات مرتبطة بيها، لكن واحدة من أشهر الحكايات دي هتلاقوها هذه الغابة، الغابة المرعبة هويا باكيو. قصة الغابة دي إيه؟ دي صور حقيقية من داخل الغابة، لكن الصور اللي موجودة مش عملاقة. شايفين الدايرة دي اللي قدام حضراتكم مساحتها تقريبا 300 متر حاجة بالشكل ده، دي موجودة في قلب الغابة، يعني غابة كثيفة جدا جدا جدا. في نص الدايرة دي لم يصنعها بشر، هي موجودة كده. طيب حكاية الغابة الكثيفة اللي فيها ظلمة كتير وفيها تفاصيل كتير إنسانية وحيوانية وطبيعية ونباتية، ومن هذا الظلام الدامس إلى هذه المنطقة المكشوفة تماما في قلب هذه الغابة. القصة بتبدأ أنه سنة 1960 السكان المحليين في المنطقة دي كانوا بيدخلوا الغابة يجمعوا حطب وحاجات كده، أو يجيبوا عوش بيعملوا حاجات زي كده، وبعد كده بدأوا يسمعوا أصوات مخيفة جدا، وبدأوا يشوفوا خيالات بتطلع تجري وراهم وظلال بيشوفوها على الأرض وحاجات كده مخيفة بدأت تحصل معاه. ذاع صيت الغابة دي من حكايات السكان المحليين، وبدأ الناس تاخد بالها، ولفت نظرهم الموضوع بتاع المنطقة أو الدايرة اللي قطرها أو مساحتها 300 متر، وهي دايرة شبه منضبطة بالظبط، يعني كأن عارفين البرجل حضراتكم كأنك راسمها ببرجل كده. طيب بدأ الموضوع يبقى مقلق، ناس بدأت تتكلم، لحد ما بدأت ناس تاخد بالها. ناس كتيرة بقى بدأت تقول ايه، طب اما نروح نشوف الحكاية دي. ناس بتعمل ابحاث او رحلات بحثية او غيره، راح المنطقة دي بعد احاديث كتيرة خرجت منها اصوات ووقائع وناس بتختفي جواها وغموض كده. طيب الناس اللي راحت، في واحد راح اسمه ألكسندر سيفت، ده واحد من المهتمين بدراسة الظواهر الغامضة، سمع الحكايات وبعدين قال طب اما ادخل اشوف. دخل جوه بدأ يشوف في الحاجات اللي سجلها في الأبحاث بتاعته، بدأ يشوف بقع ضوئية، مناطق منورة مضيئة، يروح لها ما يلاقيش فيها إضاءة، وبدأ يشوف في الليل لما جه عليه وهو داخل الغابة ومعرفش يخرج، بدأ يشوف في السماء فوق الغابة دي حاجات منورة بشكل مدور، فبدأ هو يوصفها. كان في هوس في الوقت ده بموضوع الأطباق الطائرة وغيره، بدأ يقول دي أطباق طائرة، وبعدين بدأ يشوف بقع مظلمة فيقول دي أطباق طائرة ولكن عشان النهار فبقت بقع مظلمة. المهم التقط مجموعة من الصور ورجع بيها للعالم، الناس بدأت تقول له لا الصور دي مش مظبوطة، وناس تقول له لا الصور دي تهيؤات بالنسبة لك أو يعني تم العبث فيها وغيره، لحد في بعدها بفترة بنت عندها 5 سنين دخلت الغابة دي، تاهت جوه من ضمن الناس اللي كانت بتتوه، لكن المفارقه انها واعاده النظر للغابه انها رجعت بعد 5 سنين تانيين، رجعت عندها 10 سنين. ظهرت مره تانيه، اسرتها لما شافوها لقوها بترتدي نفس الثياب اللي دخلت بيها وفقدت بيها، هدومها نظيفه، البنت مش فاكره حصل لها ايه، يعني لم تتعرض لاي بهدله جوه، او المفروض ان 5 سنين فتره كافيه، فمش فاكره حصل لها ايه. فدي برضو موضوع من الموضوعات اللي انتشرت. طبعا انا بدي حضراتكم الخلاصه بتاعه التنقلات الخاصه بهذه الغابه. بعد كده كان في رجل اسمه ايميل بارنيا، وراح هو مجموعه من الاصدقاء، كان فيهم واحد اسمه ماتيا زنفيرا، الاثنين دول دخلوا عشان يدوروا على الاخشاب. المهم تعرضوا برضو لمجموعه من الحاجات، منها ان هم قالوا احنا شفنا اجسام طائره، اللي عشان ياكدوا حكايه الراجل الاولاني، اجسام طائره في الجو وبدات تطلق علينا ضوء، ومش عارف مين تعرض لإغماء، حاجات بالشكل ده برضو من ضمن الوقائع هتقروا عنها بالتفصيل أكتر لما تقروا. فضل الموضوع يتطور لحد ما جه واحد اسمه إيوان هوبان، ده كان واحد من أشهر العلماء في رومانيا، متخصص في الأجسام الطائرة، وأكد صحة الصور اللي جت اللي التقطها أكتر من مصور، بداية من الباحث لحد الناس اللي تعرضوا لأحداث في الآخر، التقطوا مجموعة من الصور لبقع في السماء منيرة أو مظلمة، فقال ان دي فعلا حاجات طايره في الجو مش مجرد بقع ضوئيه، لكن مش معروف يعني كونها الحاجه دي ايه او طبيعتها ايه. بدات الناس تشوف القصص والحكايات، طلعت رحله بقى بحثيه، ودي كانت الموضوع الاهم
انه المجموعه الاستكشافيه الامريكيه اللي خرجت وصلت الغابه دي كان معاها اجهزه بتلتقط الاشارات وحاجات كهرومغناطيسيه وحاجات مش عارف حاجات ابحاث خاصه بابحاث علميه. الاجهزه دي كلها تعطلت مجرد دخولهم الغابه. فبدا الموضوع يبقى غريب، بس اللي بيشتغل الاضاءه والكاميرات لالتقاط الصور، لكن كل الاجهزه الخاصه بالاشارات لا رصدت حاجه ولا اشتغلت، مجرد ما دخلوا تعطلت وبعد خروجهم اشتغلت. فهنا بدا الموضوع يبقى أكثر إثارة للغرابة. البقعة المدورة اللي شفناها دي بدأوا يحللوا التربة بتاعتها عشان يعرفوا ليه الأشجار ما طلعتش في الحتة دي، هل في حد جرفها، هل في مثلا التربة فيها حاجة، تربة طبيعية جدا ما فيش أي سبب علمي يمنع أنه هذه المنطقة الدائرية أنها تكون مليئة بالأشجار زي المنطقة المحيطة ليها. فضل الموضوع ده لغز وما حدش عارف حله، لحد ما بقى اسمها الغابة المرعبة في رومانيا، وبقت واحد من المزارات المخيفة جدا، غابة هويا باكيو. اتعمل عليها كتب كتير واتعمل عليها قصص أطفال وحاجات بالشكل ده عن الرعب بقى والحاجات اللي بتحصل فيها، اتعمل عليها كرتون، يعني تم استخدامها في الإعلام والفن والأدب وغيره بأشكال مختلفة، وبقيت الكتب اللي وثقت هذه الأحداث الخاصة بغابة هويا باكيو. واحد منهم كان كتاب أسماها بمثلث برمودا الأوروبي غابة هويا باكيو الخارقة للطبيعة. الكتاب ده الغلاف مع حضراتكم هتلاقوه موجود على الإنترنت، نسخ إنجليزية أصلية، وممكن تلاقوا حضراتكم الترجمة تقدروا تستمتعوا بحكايات أكتر.